بونجور. بونجورين. كيفك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ انا كتير 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 منيحة فوق ما بتتصور. اوف، ليش بقى؟ جوجو اطلع فيني. مانك حاسس انه في شي جديد؟ لا، يعني المكتب مثل ما هو. اذا قصدك على الكركبي فهذا الامر كثير طبيعي عادي، يعني كل يوم. لا مو هيك قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدي مو حاسس انه فيني شي متغير؟ ايه يمكن نفرشي اسنانك. عفوا؟ لا تكون مفكرني متخانقه مع فرشاية الاسنان مثلا. شو بكي؟ ليش هيك فورا عصبتي؟ عم نهز الورد لنشمه؟ طيب والله حيرتيني لك زيكو، يعني شو فيكي متغير؟ يعني مثلا منزلي افكت جديد؟ لا انت مو طبيعي، ها؟ اليوم زايد اجراءات الهضمه عندك كثير. وانت مو طبيعيه زيكو، ان مزحنا معك مخالصين وان ما مزحنا معك مخالصين. بعدين في قصه بحب اقول لك اياها، هذا الحكي اللي قلتيه اسمه هضامه مو هضمنه. لك شبك انت، شبك شبك. هاي يا حلوين، شو عم تعملوا بدوننا؟ ولا شيء. صحي جوجو، خلص الكليب اللي عم تعمل اياه ولا لسه؟ الكليب يعني الكليب اليوم ان شاء الله بعد الظهر بيكون خالص. ايوه، طلعت عم تعمل لك كليب كمان؟ والله كنت فكرتك ما بتنتبه على شيء، طلعت بتنتبه على اللي بدك اياه بس. زيكو، واو، طلعت بتطير العقل، طلعت بتجنني، طلعت شبه بريتني سبيرز وانجلينا جولي واحلام مستغاني بنفس الوقت. شفت يا استاذ؟ شفت يلي عندهم سرعة بديهة؟ آسف، ما انتبهت، شو كنتي عم تقولي؟ بعتذر، معقولة عن جد أنا عيوني فيهم شي؟ افتلي؟ افتلي لشوف. ايه بفتل شو يعني؟ واو! زيكوشكا! شو؟ لك يضرب حظي يضرب، لحقني لهون! درويش! درويش! أنا هون! الله يزيد فضلك، خلينا اياك يا رب. علي بعمر زويل. علي عمر علين. سيك تجار الشام وضواحيها. لك الله يوفقك، خلينا اياك. شلون شايف الترتيب غير شكل؟ لا تاخذني عمي، والله مو شايف شيء. لا تاخذنا، لا تاخذنا، بس والله مقطوع الكهرباء. لا تاخذنا، تفضل عمي تفضل. يلا يلا. علي بعمر زويل. بس انا ضو عمي. لك والله نورك مطفي الكهرباء. وهي احلى ضوء لعمي ابو زهير. ها والله عيوننا صارت وجعنا، الله وكيلك. مستني هالوش عود، تفضل تفضل. يا درويش درويش، طمني بس ان شاء الله ما صار لك شيء. عادي عمي، سليمه الحمد لله. خلص تعود على المطعم. نعم علي، بعدك لي. شوف لي عمك ابو زهير شو بده يشرب. شو يشرب ما يشرب، شو نسيت؟ ما خلصنا عمي، ماني جاي اضيع. خلينا نفوت بالموضوع عمي مالك. الله يرضى عليك عمي، اجمع لي هالشغيله الله يوفقك. لا شو شغيله ما شغيله، صلي على النبي عمي ابو زهير. اجماعه الاساتذه لهم في اجتماع. يلا طير طيران. اهلين بعمي ابو زهير. اهلين عمي اهلين. اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جاي هون هون هون. شرف لله. اي لوين؟ الاساتذه وين؟ اجتماع. تفضل تفضل. لا والله ما بيصير. بسم الله. يلا يلا. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. يا الله يا الله. وين وين وين؟ لا والله ما بتفوت غير بوجلك اليمين. إيه؟ بعد اذنك. والله بيطلع لك يا عمي ان شاء الله. ايت الرزق الله يبارك لك. هاي باليمين. ها شرفت والله. الاستاذ جواد ما غيره اهم مونتير عندي هون بالمحطه. انا جاد. استاذ جاد 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 عمي ابو زهير جاد من اهم المذيعين عندي بالمحطه. والنعم نعم عمي. شو رح من وشي الانسه نانسي، من اهم المذيعين، اهم المذيعين. ها انا ذكيه استاذ. الأنسة ذكية، الأنسة ذكية والله. مخرجة ومخرجة مهمة. ها مو بس عندي، عندي بكل المحطات الفضائية. يا ريت ما تعيد الغلطة مرة تانية لأنه كتير فولجير. حاضر حاضر حاضر. وهي هون بقى الأنسة نانسي، الأنسة نانسي من أهم المذيعين. أنا درويش معلم. إيه لا أستاذ، معقولة تخربت بيني وبين درويش؟
لك يا جماعة يا جماعة طولوا بالكم علي شوي، والله مو بإيدي الشغلة يعني، شوفت عينكم والله ما في كهرباء. إيه ممكن ننتبه مرة تانية؟ لحظة لحظة يا جماعة، وينو درويش؟ وينو درويش؟ خذ عمي خذ افتح ايدك، خذ هاي مصاري روح عبي مادة مازوت الله يرضى عليك. مو معقولين شلون عم بتخربطوا، أنا ذكية. لك الله يخلي لنا إياك، الله يحفظك، الله يطول بعمرك، لك يعوضك كل لتر بعشرة. يلا عمي يلا روح روح على السريع، الله يرضى عليك، بدنا ضو، بدنا كهرباء. هلا بقى انتوا عرفتوني عن حالكم، انا بدي اعرفكم عن حالي. نعم. الداعي ابو زهير تاجر زهورات وبزورات وعطورات. يعني جمله ومفرق من مجاميعه. بظن حاجتك. يلا للي نخليهم لطاسه البيت. الله الله يا استاذ، الله يا استاذ ملك الحزين. اللي ما عم بفهمه انه درويش شلون لح يعبي مازوت بهالسرعة. في الا ما يكون تارك له شأنيني هون ولا هون. عفوا شو كنا عم نحكي؟ كنت عم بتعرفنا عن نفسك. مزبوط كنت عم اعرفكن على حالي، بس بعد ما اعرفكن بحالي كنت بدي اقولكن انه المحطة متميزة، مو بس متميزة، انيقة وحلوة وجذابة ومرتبة ودخيل رب هالمحطة ما احلاها. انا من زمان كان لازم اجي على هالمحطة لحتى تصير محطة العمر. ايه عمي ابو زهير، كنت بدك تحكي للاساتذة عن مادة الاعلانية بدنا نساويها. ايه صحيح بلا لكان انا اللي بدي احكي. شو بدكم؟ شو مشاكلكم؟ احكولي. شوفت عينك استاذ، اول مشكلة عنا هي مازوت المولد. ايه وبدنا سندويش على الغداء، وبدنا لما نعطش نشرب مي. وانتي انسة اسمي زكية. انتي مو لازم يكون اسمك بس زكية، انتي لازم يكون اسمك لهنرج غار هيك، وردة ياسمين. انتي على بتعرفي شو؟ انتي سبع بهارات مشكلة على فكرة. عمي أبو زهير خلينا بالمهم يا غالي، الله يرضى عليك. أبو زهير عن شو كنا بدنا نعلن؟ شو بدك يعني أعلن؟ إيه إذا بدك أنا يعني كونك أنت المخرجة أستاذة زكية، فياريت نقعد هيك أنا وياكي ونحكي على انفراد. إيه منقعد ومنحكي على انفراد. والله ونعم الرأي يا عمي أبو زهير. إيه؟ يلا شباب يلا، اللي بحب النبي يخلي. يلا يلا عنا شغل. يلا عمي أنسي ناسي فضلي لو سمحتي. أهلين أبو زهير والله. أهلين يا عيني. أهلين والله على رأسي تجارة بزورية كلها. لك إيه على رأسي. يلا خلصنا أستاذي. لعن أبو المصاري. خدوا معنا خدوا. بدنا نشتغل بدنا خدو. نشتغل بدنا نحن نتسبب. على انفراد لازم نقعد ونحكي أنا وياكي. بتعرفي شو القصة؟ إنه بالبزورية في كل شيء، في كل أنواع البزورات والعطورات. صحيح شو؟ ريحة عطرك الله الله أنا بعرفها. بتعرفي هي على هيك شيء له علاقة بالورد بالنانرجي. سبحان الله ما أجمل الورد. شو بدي لك؟ شو الغنية اللي بتحبيها حتى أجيب لك إياها هيك على كاسيت؟ ينا 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 ينا. أعزائي المشاهدين، واليوم معنا ريبورتاج جديد برعاية بهارات أبو زهير. اليوم بدنا نعمل هذا الريبورتاج لقناة اس ام الفضائية، ومعنا الضيوف الكرام. شو بتعرفي عن السبونسر؟ يمكن شيء له علاقة بالدعاية، ماني متأكدة. شو أكبر سبونسر شايفه بحياتك؟ أكبر سبونسر شايفه بحياتي ما إنك شايفه له سبونسر كبير؟ مالي متذكر. شو أطول سبونسر شايفه بحياتك؟ بعتقد أنت.
شكرا. شو هو السبونسر؟ ما بعرف شو هو السبونسر صراحة. ما بتعرف؟ هو له شيء دعايه، اعلان، دعايه، هيك قصص. يعني انا كمان يعني لازم نحن ناخذ منك الجواب. اليوم ريبورتاجنا برعايه كاري ابو زهير. يعني انت شي مره عملتي شيء وكان بدك سبونسر؟ ما بعتقد. ما بتعتقدي؟ هلا انت شو عامل يعني ابحاث عن السبونسر؟ عامل ابحاث عن السبونسر. شو اسمه؟ سبونسر. سبونسر هذا. ايه عرفته. ايه شو ايه شو عامل ابحاث عنه؟ شو ما عملت عنه شيء ابدا ابدا. هلا انت بالنسبه لك السبونسر هو انا، فمثلا السبونسر كيف بيتقدم؟ كيف بيتقدم؟ ما عندي فكره ابدا ابدا. طيب هلا انت كيف بتنصح رفيقك انه يجيب سبونسر؟ ما بنصحه بشيء لانه اصلا ما بعرف شيء عن سبونسر. أبداً. طيب هلا نحن بنقدم تحيه للسبونسر ابو زهير، وهلا نحن بدنا ندوق. خلص خلص. دبروا حالكم فيهم اليوم شباب. أعزائي المشاهدين، شكراً لكم للمتابعة. نحن اليوم كان الريبورتاج تبعنا برعاية كمون وبهارات أبو زهير. لحقني لحقني. لا بلاها، لانه خليكي بالخراج بيكون احسن لك. مرحبا يا شباب. استاذ مالك يا حبيبي، والله ناطرينك. الله لا يحرمنا الوجه. شرف شرف، ارتاح. جايب لكم معي كل المصادر للمنتجات اللي بدنا نعملها دعايه. الله الله، بهارات ابو زهير تحت رعايه اس ام تي في الفضائيه اللي صاحبها مالك الحزين. من اجمل ما سمعت بحياتي يا جماعه، صدقوني. اسمعوني كثير منيح. كمون عصفور، ربيع، كاري، رائع، سمسم، سمير، كمون. نعم خشين. بس بهارات ما في له اسم. نعنع. نعم والله ما بعرف. هي كل المنتجات الموجودة. يلا بدنا همتكم يا عين. تفضلوا تفضلوا. لا دادو عم يقدم لنا زهورات. معرفتك درويش من امتى؟ عن جد شغلي ما بتتصدق، عن جد بدي حدا يرسني. زهورات ابو زهير للنكهة عنوان. تعرفوا يا شباب، إذا بتعطوه شوية مساحة لدرويش بيصير أهم صبي إعلانات بالبلد. شو أسي زكية، فينك تخبرينا شو صار بإشي معك مع أبو زهير؟ يا جماعة أنا خلص حسمت أمري، قررت أعمل برنامج بضم كل الإعلانات يلي بدنا نعلن عنها. شو هذا البرنامج العجيب؟ معلش خلوها مفاجأة. واو سربرايز. وأنا الفيديو تبعي صار جاهز. أهلا وسهلا، لوين رايحين اليوم؟ على المستشفى؟ على الموجوعين المتألمين؟ رايحين نعمل زيارة لشيء اسمه الألم، الوجع. So at the top of the show, I told you that I have some news to share with you. So here goes. After much prayer and months of careful thought, I've decided that next season, season 25, will be the last season of the Oprah Winfrey Show. وجع. شو هالمجتمع؟ These years with you, our viewers have enriched my life beyond all measure. And you all have graciously invited me into your living rooms, into your kitchens, and into your lives. مين موجوع؟ معك حق. الأنا الصغيرة هي الإيجو.
بس الأنا الكبيرة الله ما في وجع. آدم وحواء قبل ما حطولن ورقة توت ما كان في موت، كانوا يعرفوا إنه الجسد بيت، سيارة، ناقة، إناء. I love this show. This show has been my life. And I love it enough to know when it's time to say goodbye. 25 years feels right in my bones and it feels right in my spirit. It's the perfect number, the exact right time. ستي وأمي وأنا، شوفوا ثلاث أجيال. أمي ما وعيت من أمها ولا أنا وعيت. ستي عمرها 62، أمي ماتت 47، وأنا بأول 30. شوفوا كيف الإميون سيستم، المناعة ضعفت. So the countdown to the end of the Oprah Winfrey Show starts now. And until that day in 2011, when it ends, I intend to soak up every meaningful, joyful moment with you. Thanks, everybody, and I'll see you on Monday. والألم في سبيل العلم وفي سبيل الفناء، في العلم وفي البقاء. بشكركم، مع السلامة. ليش هيك مفلوجين؟ ليش هيك الاستديو مكركب؟ جاد احنا مو عنا هوا هلا؟ ليش هون انت؟ ها؟ جواد؟ استاذ مالك شو في؟ ليش هيك الاستديو مكركب؟ بعدين 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 افهمك نانسي بعدين. وطول هالإضاءة شوي، خلونا نضوي عضو الشموع. يا حبيبي شموع. واو شو رومانسي. يا حبيبي كاميرا واحد، كاميرا اثنين، افتحوا العدسة للصاجة لأنه إضاءتنا شموع. يلا شباب يلا، واحد اثنين ثلاثة. لأننا قاعدين بالجوش حانين. 5 4 3 2 S. الأرجيلية بدها تضل هون استاذ مالك. نهاركن مريم وأبو زهير. يمكن تستغربوا شو يعني نهاركن مريم وأبو زهير. يعني نهاركن نور وقمح. Tasty. مريم هي النور وأبو زهير هو القمح. انهاركن مريم وأبو زهير. سنة 42 كنت بزيارة عالشام، عم بمشي بحارات الضيقة المضوية، وبالبزورية شافني أبو زهير. يا جماعة أبو زهير مش مجلعص، أبو زهير خيرات من هالأرض. اقروا هيدا الكتاب، أبو زهير جلعصيشن نور كومباني. بتعرفوا بساعتها ليه مش لازم تاكلوا من أكل السوق. كيلو قمح، كيلو شعير، يا عمي كيلو عدس، مش تاكلوا خرز. لكن معقول مبارحة بيجيبولنا همبرجر؟ لك ايه، وتشيز برجر وفلافل برجر كله خرز. نانسي طلع لخرزة بقلب الأكل، خرزة زرقة تحبية من العين. هيدا يلي بيعمل نفخ وشد وشفط لكن بياكل خرز. خليكم مثلي، مثلي هيك عالطبيعة.
أنا عمري اليوم 118 سنة. شوفوا وشي لهلأ بعده أبيض. تعرفوا ليش؟ لأني ما باكل إلا صنوبر ولوز وجوز من عند أبو زهير. وعلى فكرة أنا ما بشرب إلا بابوني جمليسة كمان بس من عند أبو زهير. ولا بقشع شي لأنه ما ضل كهربا. ما ضل كهربا بالطبيعة. يا عمي بلد بحالة مضويتها شموع المحبة، شموع التسامح، شموع لتلاتة بمية من عند أبو زهير. عم يخبروني إنه ما ضل كهربا ولطيفة الحياة بدون كهربا. مشام منورة بأهلها. يا عم التقنين مش لازم يكون بالكهربا والمازوت والبنزين والغاز والمي. التقنين لازم يكون فينا بنفوسنا. ولا شو 23 مليون مش كتير؟ تأننوا روحوا سافروا هجوا عيشوا يا خيي، خلوا غيركن يعيش. يوم زتت أمريكا القنبلة على هيروشيما أنا كنت هني، شفت الضو يلي طالع من القنبلة هيك بعيوني، ما حدا قال لي. بس أهلي بهيروشيما عرفوا شو يعملوا، أعلنوا للناس إنه راح بصير تقنين كهربا من 8 للعشرة بالليل، وإنه المدينة كلها راح تصير بدون ضوء. طلعت الساعة 8 لأتفرج على العتم، لأتفرج على التقنين. لقيت هيروشيما كلها سودة إلا بيتي كان مضوى. بيت النور كان الوحيد بهيروشيما يلي طالع منه الضوء. سألت جارتي كواشيكو، قلت لها تعالى قليك انه ليش يعني التقنين على كل هيروشيما الا عندي؟ في طاقه كتير، بيتي في كهربا. قالت لي يا مريم انت نسيتي تنزلي القاطع. دكي دح دكي دح دكي دح دكي دح. ولك شو عم تعملي يا زيكو؟ حاج تخبيص يا تقبريني. اختمي اختمي خالص، موتي انزلي اطلعي اعملي اللي بدك يا، بس اختمي زيكو. طلع التقنين بهيروشيما تطوعي يا خيي، الناس كلها طفت الكهرباء من 8 للعشرة. لك هاي ما عم تسمعني؟ عندك ذكية. ولك الله لا يوفقك. يا سكوت شباب. يا درويش درويش. سمعانك استاذ. اختم حبيبي اختم، لازم نختم، لازم تقطع من عندك. يلا. ليش انا مبين استاذ؟ لك ايه مبين مبين، ما شاء الله عليك ضاوي مثل البيرق. اختم. ايه طيب ماشي. بالكهرباء ابو زهير، بالعتمه ابو زهير، ايفريوير ابو زهير. ابو زهير تاجر من ارض الخير. منيح استاذ.